بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا، عاملين وصفات لذيذه قوي يعني شهيه. اول حاجه هنعمل طاجن مكرونه بشاورما الفراخ، حلو جدا. طاجن مكرونه عادي خالص، مكرونه قلم مسلوقه، وهنعمل تتبيله شاورمة الفراخ وهنسويها مع بعض دلوقتي ونحطها مع الطاجن، وعشان يبقى ظريف هنعمل له صوص بشاميل كمان، فاهمين قصدي بقى؟ تحفه. هنحط المكرونه وفوقيها الشاورما وفوقيها صوص البشاميل، بس مش هنعمل طبقتين من المكرونه، فاهمين قصدي؟ مع شويه جبن وبتاع، اكله حلوه جدا بيبقى فيها طعم الشاورما بتاعت الفراخ مع المكرونه والصوص الابيض او الصوص البشاميل، فظيعه بقى، سهله جدا جدا وخطيره. الوصفه الثانيه هنعمل كريب. الكريب الحلو، لسه كنت قريب كده في مكان واكلت كريب في فاكهه ومحطوط عليه بقى صوص شوكولاته وكريم شانتي، جميل قوي قوي قوي، تحفه وغالي الحقيقه. فهنعمله في البيت، هقول لكم ازاي تعملوا مقادير الكريب مظبوطه تطلع معاكم حلوه جدا، ومعانا شويه فاكهه حلوه، معانا تفاح وفراوله وكيوي وموز، هنحشي بيه الكريب ونحط كمان من بره كده. هعمل لكم بالظبط زي الطبق الظريف اللي طلع لي في المطعم وانا قاعده كده، كان لذيذ لذيذه، قلت ده لازم نعمله مع بعض، كريب حلو جميل جدا. واخر وصفه هنعمل بسكوت، اسمه يعني مش هقول لكم اسمه، بسكوت يعني معروف في السوق، هنعمله بمشروب كده تحفه، احنا سميناه هوت بسكوت بالشوكولاته. يعني بصوا سموه زي ما انتوا عايزين تسموه، هو حلو قوي برده، مشروب كده لذيذ جدا، وفي بسكوت كده كلنا بنحبه اللي هو المدور اللي بالشوكولاته ده اللي فيه كريمه من جوه واتنين لازقين في بعض، دول عرفتوه طبعا. سهل جدا، مشروب لذيذ وبيبقى سخن، ما بيبقاش ساقع في الاجواء الشتويه دي، تعمليه للولاد او تعملوه تدلعي نفسك بيه كده، وصفه سهله يعني ان شاء الله يعجبكم. نقول بقى المقادير على طول ونخش في طاجن المكرونه بشاورما الفراخ. انا معايا مكرونه فرن او مكرونه بني او المكرونه قلم مسلوقه، وزي ما احنا متفقين دايما المكرونه ما بنسلقهاش قوي علشان ما تبقاش معجنه، احنا عايزينها مفرفطه كده وجميله لانها لسه كمان هيتحط لها صوص بشاميل وهتدخل الفرن، فتبقى حلوه ما تبقاش معجنه كده والواحد بحس ان هو بياكل عجين، لا بياكل كده مكرونه حلوه. انا معايا المكرونه ومسلوقه. علشان بقى نعمل الشاورما التتبيله بتاعتها، معايا فراخ وراك صدور زي ما تحبوا، انا طبعا انتوا عارفين انا لقيت مصر كلها عرفت ان انا بحب الوراك كل ما حد يشوفني. وراك مخليه ومتقطعه شرايح رفيعه، بتبقى لذيذه جدا جدا واحلى بكتير من الصدور. عايزه تستخدمي الصدور طبعا براحتك. فانا معايا كيلو من الفراخ المتقطعه تقطيع شاورما. هحتاج لها ايه بقى في التتبيله؟ والتتبيله اكيد هتنزل لكم على الشاشه دلوقتي عشان تركزوا معايا وانا بقول. معلقه كبيره من البصل الباودر، معلقه كبيره من الثوم الباودر، ومعلقه كبيره من السبع بهارات، بهارات السبع بهارات، اوكي؟ او بهارات لحمه، يعني السبع بهارات او بهارات لحمه، الاثنين في رايي انا نفس تقريبا نفس المكونات، تمام؟ معلقه كبيره من الكزبره الناشفه المطحونه ناعم، معلقه كبيره من البابريكا، ممكن نخليها معلقه صغيره مفيش مشكله، ملح فلفل اسود، هحتاج معلقه من الكمون كمان، ورشه من جوزه الطيب، ورشه قرفه خفيفه خالص، القرفه مش عايزينها تغير طعم الشاورما بس هتديها كده تيست عالمي فظيع، ورشه شطه ده اكيد، تمام، وثلاث معالق كبار من الخل الابيض، ده كل ده على الكيلو بتاع الفراخ، تمام، وثلاث معالق كبار من الزبادي، ثلاث معالق كبار يعني تقريبا هي كوبايه الزبادي الصغيره اللي احنا بنتعشى بيها دي، هي دي. معايا بصل احمر بقى متقطع شرايح، معايا طماطم متقطعه شرايح، في الاخر خالص بعد ما الشاورما بقى بتستوي وكده بنحط عليها البصل والطماطم. ان شاء الله الوصفه تعجبكم جدا وتبقى سهله تجربوها. انا هعمل هنا البشاميل وهعمل هنا ايه، بس استنوا نخلي البشاميل هنا، وعايزين نسخن الطاسه دي جدا قبل ما ايه ما نحط لها الشاورما. وفي هذه الاثناء نجيب بوله ونجيب، هنحط التتبيله الاول وبعدين نحط عليها الفراخ. ماشي، هنحط الخل، ثلاث معالق كبار من الخل، ملح وفلفل، ملح، عايزه احط فلفل كمان، هنحط بقى ايه السبع بهارات، سنه القرفه، رشه زي ما اتفقنا، رشه الشطه، معانا الكزبره،
معايا الكمون ومعايا البصل الباودر معلقة كبيرة والثوم الباودر معلقة كبيرة برضو ومعايا البابريكا خليها معلقة صغيرة وهنرش رشة كده من جوزة الطيب تمام ومعانا الزبادي كده بس دي كده يا جماعة التتبيلة التحفة بتاعت الشاورما تمام كده اهو وهقوم جايبة الفراخ اللي متقطعة تقطيعة شاورما رفيعة جدا بصوا وهقوم حطاها كده ايه في التتبيلة وصفة الشاورما دي تقدروا تعملوها سندوتشات يعني مش لازم انا قلت نعملها طاجن في الفرن مع المكرونة لانها اكلة موجودة في المطاعم برة فايه فظريفة ان احنا نطبقها نعملها في البيت وهتبقى وجبة بقى عائلية بقى الاشخاص كتير وتشبع وطعم الشاورما فيها مع المكرونة بيبقى بجد لذيذ طبعا يا حبذا ويفضل ان احنا نسيب الفراخ في التتبيله دي ساعة ساعتين يعني كل ما تسيبيها مدة اطول كل ما يبقى ظريف ما عندكيش وقت وزي حالتي كده دلوقتي مثلا مضطرة اعملها على طول استخدميها على طول ما فيش مشكلة بس يعني سيبيها حتى ربع ساعة يعني اعمليها كده عقبال ما تسلقي بقى بعد كده المكرونة وتوضبي بقية المكونات تكون شربت شوية من التتبيلة تمام الطاسة ان شاء الله تكون سخنت عايزين نحط بقى شوية زيت كده مش كتير وهنزل بالفراخ بالتتبيله بتاعتها دي كله في الطاسه كده اهو يا جماعه الريحه فظيعه اول ما لمست الطاسه عشان المكونات اللي احنا حاطينها يعني فعلا تتبيلة الشاورما تلاقوا ريحتها على طول بانت كأنك واقفة قدام سيخ الشاورما تمام طبعا من المنتظر ان المي ان الفراخ هتنزل ميتها احنا عايزينها تنزل ميتها وتشرب ميتها تمام او لو لقيتي ميتها كتيرة قوي ممكن نتخلص منها زي ما هوريكم دلوقتي واحنا بنعمل هنشوف هل هنزلت مية كتير محتاجين نتخلص من المية دي عشان الفراخ تنشف اوام هنعمل كده يعني وانا معاكم دلوقتي هنشوف الوضع هيبقى عامل ازاي كده اهو ونسيبها ايه تستوي تمام التمام نحط الطبق ده البوله هنا كده على جنب وعايزين بقى نبتدي نجهز للايه للبشاميل تمام معانا المضرب السلك اهو وعايزين بقى ايه نبدل بقى عشان نخلي البشاميل قريب من ايديا ماشي اهو نخلي دي هنا ونعلي النار قوي وهنا عشان البشاميل اللي يبقى قريب من ايدي هنحط السمنة كده ومعايا هنا الدقيق عايزة احط بس انا عايزة انزل كل السمنة دي كده اول ما السمنه كده تسيح ايوه معايا بقى الدقيق واحد اثنين ثلاثه كده اهو هنحط شويه شوربه معايا كمان اللبن بس اللبن بعيد عليا قوي بقى عليا لبن يا رب ما تقعش اهو لبن حليب حطينا لتر لبن حليب وحطيت في الاول تقريبا كوبايه شوربه
بص الفراخ هنا ايه نزلت ميتها ازاي. اذا كده ايه نديها كده تقليبة. شاورمة الفراخ اهي كده ريحتها تحفة. انا هفضل كده سايباها لغاية ما تستوي. وادي كده البشاميل. بعد ما حطيت اللبن والشوربة هنحط بقى مكعب مرق، وهنحط طبعا الجبنة الكريمي. انتوا عرفتوا بقى خلاص الموضوع ده. كده وملح وفلفل. عايزه ازود ملح كمان. ايوه كده تمام. وعايزين نرش رشه برضو من جوزة الطيب في البشاميل. بس كده بس نفضي كده مكان. اول ما البشاميل يغلي خلاص هو كده يبقى جاهز وتمام التمام. والفراخ هفضل كده وراها. بصوا زي ما انتوا شايفين هتنزل ميتها، هسيبها خالص تشرب ميتها. هي كده ما نزلتش ميه كتير، فيفضل ان احنا نسيبها ايه تنزل ميتها كلها وتشرب ميتها تماما. وكمان الشاورما تاخد لها لسعه كده يعني مكان الطاسه، فاهمين قصدي؟ بعد ما تشرب ميتها دي كلها نقوم حاطين لها البصل، شرايح البصل الاحمر وشرايح الطماطم، وتبقى الشاورما كده جاهزه. لو عايزه تعمليها سندوتشات هتبقى فظيعه، زي سندوتش الشاورما العادي مع سلطه الطحينه يبقى هايل. احنا بقى هنحطها طبعا مع المكرونه والبشاميل وبس، هتبقى ظريفه جدا. هنطلع فاصل عشان عمالين يقولي فاصل. هرجع بعد الفاصل تكون الفراخ ان شاء الله شربت كل ميتها، وهحط لها البصل والطماطم والبشاميل كمان يكون استوى كده وبكبك. وجبت لكم الصينيه بقى وكده عشان اوريكم انا هعمل ايه، فخليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت بصوا الشاورما شربت ميتها خالص، مفيش اي حاجه، هو ده اللي انا عايزاه. بعد كده نحط البصل، شرايح بصل احمر يدخل كده معاها يعمل بقى ريحه وهيدبل. كده اهو عايزين تحطوا كمان شرايح طماطم. اوكي مش عايزين بلاش براحتكم، انا هحط شرايح طماطم كمان مش كتير كده اهو. بس الشاورما كده يا جماعه جاهزه وفظيعه، ناقص لها بس رشه البقدونس لو هتعمليها ساندوتش. بس كده غطي عليها النار، والبشاميل زي ما اتفقنا خلاص خلص اهو. البشاميل بقى هايل. هعمل ايه بقى؟ معايا الصينيه اللي انا هعمل فيها الطاجن المكرونه بالشاورما، هنحط لها برده شويه زيت عشان البشاميل بس ما يلزقش فيها كده. وعايز اجيب البشاميل ده كده جنبي هنا. تعالي يا حله البشاميل كده، ومعانا الكبشه بتاعه الشوربه. هناخد بقى من صوص البشاميل. بص صوص البشاميل عامل ازاي، سمكه تحفه. مش عايزينه تخين يا جماعه وتقيل، البشاميل التقيل قوي ده مش حلو ابدا. هو ده كده، ده سمك ظريف جدا للبشاميل. هنحط هنا كده بالشكل ده طبقه بشاميل كده محترمه تحت، ومعايا المكرونه، مكرونة البني اللي هي المكرونة فرن او مكرونة قلم كده. عايزين تعملوها في طواجن اصغر من كده مفيش مشكلة، زي ما تحب كده. نحط كمان
مكرونه اهو، نحط لها بشاميل كده، ومعايا شويه جبنه موتزاريلا احطهم كده، واقوم حاطه الشاورما. الشاورما ريحتها يعني تحفه. بس انا حطيت شاورمة الفراخ كمان عشان انا بعد ما سبتها تشرب المية بتاعتها وسبتها تتلسع شوية، عاملة ريحة كده تحفة حلوة قوي. هقوم بقى حاطة بشاميل كده على الشاورما، مش هحط طبقة مكرونة تاني من فوق، فاهمين قصدي؟ احنا هنخلي طبقة الشاورما هي اللي فوق كده، ومش هنكتر قوي من البشاميل، يعني احنا خلاص كده ايه غرفنا منها. هنحط شوية جبنة شيدر كده من فوق، هتسيح بقى دلوقتي وهتعمل طعم بقى مع الشاورما والصوص الابيض صوص البشاميل كده، وشويه برضو موتزاريلا كده، وتدخل فرن سخن درجه حراره 200 لمده نص ساعه بس. زي ما احنا متفقين اي بايركس بنعمله نبقى عايزين ننضف كده الحواف على قد ما نقدر علشان ايه يبقى المنظر حلو متبقاش فيه لحوسة كده اهو. على شكلها الظريف الخطير ده هقوم مدخلها الفرن حالا درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، الجبنة تسيح والحاجات تبقى ظريفة، وبناكل بقى الشاورمة الفراخ مع المكرونة اللي غرقانة في الصوص الأبيض الفظيع. هفتح الفرن عشان أنا ايه طبعا أنا مش هركليز مش هعرف اشيل الصينيه وافتح الفرن مع بعض كده اهو بس. وتابعيها في خلال نص ساعه، يعني مش تسيبيها وتنسيها لان الحاجات كلها اصلا مستويه، احنا عايزين الجبنه بس كده تاخد وش والبشاميل اللي كده ايه يتوغل مع الحاجات. عايزه افضي الكاونتر هنا عشان نبتدي على طول في عجينه الكريب، واقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. كريب بقى اللي هو الكريب الحلو طعمه حلو مش الحادق. شكرا يا حلة البشاميل اللي خليكي هنا. بس يا جماعة بس ايه نشيل برضو الاخ ده هنا، شكرا. ننظف هذا الجزء ونخش على طول في الكريب كده اهو، يلا بينا عجينة الكريب. بصوا يا شباب انا معايا بيضتين، دي مقادير العجينة، بيضتين بدرجة حرارة الغرفة مش عايزينهم ساقعين، معاهم معلقة فانيليا طبعا، معاهم 3 معالق كبار من السكر البودرة تمام، ومعاهم كمان معلقتين كبار من الزبدة السايحة. فين الزبدة يا شباب؟ حطيتوها لي فين؟ معلقتين كبار من الزبدة السايحة، وهحتاج كوباية دقيق تمام، رشة ملح على كوباية الدقيق، وكوباية لبن بس. دي كده المقادير عجينة الكريب، بنضربها كويس قوي، ولازم نصفيها قبل ما نبتدي نشتغل بيها عشان لو في اي كلاكيع مكان الدقيق بتاع تبقى الدنيا ايه متظبطة وتمام. هنعمل حشوة بقى طبعا الكريب بعد ما نعمله مع بعض. عايزة اطلع الصينية الطاسة اسفة اهو كده. بعد ما بنخلص بقى كل الكريبس بقى بنعمل كتير كده، ما عايزين نحشيه. انا محضرة فاكهة، فراولة، كيوي، تفاح، معانا صوص شوكولاتة، معانا كريم شانتيه في التلاجة كده، هنقعد بقى ايه
وموز، موز طبعا. هنحط كل الحاجات دي مع الكريب زي ما قلت لكم في اول الحلقه، كنت في مطعم وكان حلو قوي قوي وظريف جدا، فهنعمله هعمله لكم بنفس الطريقه بالظبط، هيعجبكم قوي ان شاء الله. نعمل بقى عجينه الكريب. ادي البوله، هنحط اول حاجه البيض، في قشره بيض كده اهو هنشيلها، وبعد كده عايزين نحط الفانيليا اهو، ومعانا المضرب السلك، واضرب البيض والفانيليا دول كويس قوي كده. وقالوا لي الزبده السايحه حطوها لي في المايكرويف عشان يسيحوها، متشكره يا شباب، شكرا قوي. ايوه هي سيحت اهو. هنحط الزبده كده مع البيض، وهنحط السكر، سكر بودره، نضرب كده كويس قوي. وبعدين هحط اللبن، تمام. يتبقى معايا الدقيق، كوباية الدقيق هحط له رشة ملح كده بس، عايزة برضو ايه نسخن الطاسة دي، تمام. وابتدي بقى احط الدقيق هنا بالتدريج كده عشان ما يعملش كلاكيع، على قد ما نقدر. طبعا عجينة الكريب عجينة زي اي عجينة، بيفضل طبعا انها تتساب شوية تهدى وترتاح كده قبل ما نشتغل بيها، عشان العجينة ما تقطعش معانا وتدينا نتيجة مش حلوة. فايه خلوا بالكم من الحكاية دي لما نيجي نعمله، يا ريت نسيبه على الاقل كده مثلا ايه نص ساعة كده ولا حاجة العجينة بس، رغم ان هي مش فيها خميرة ولا اي حاجة، بس علشان تدينا نتيجة افضل اهو. بس هي دي كده عجينة الكريب. بصوا ده السمك بتاعها، اهو السمك بتاعها باين اهو هايل. بنسيبها بقى تهدى وترتاح، ولازم يكون معاكي بقى مصفى شبه مثلا المصفى دي، عشان بعد ما تهدى تقومي حطاها في المصفى، وبالمعلقه او حتى ممكن بضرب السلك ده برضو في طبق تاني، تنزل لك العجينه كلها بقى ايه رايقه، ما فيهاش ولا كلكوعه من السكر البودره ولا من الدقيق ولا لا. ولو طبعا عايزينه بالكاكاو، عايزين الكريب بالشوكولاته، تشيلوا شويه من الدقيق من كوبايه الدقيق وتحطوا بدلها كاكاو، وطبعا كاكاو خام يكون نوع حلو عشان طعمه يبقى حلو، وتعملي العجينه سهله جدا جدا. بس ما تنسوش تصفوها، عشان لو انت بتعمليها عملت كلاكيع دقيق او كلاكيع سكر هتبقى مش حلوه، تبقى متضايقه ومش مظبوطه، ولازم تكون على درجه حراره متوسطه، تمام. دي كده بصوا العجينه اهي، ده سمكها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. انا عندي عجينه اوريدي واخده وقتها مرتاحه علشان نشتغل بيها على طول ومتصفيه. فين العجينه اهي؟ من هنا ناخد معلقه، مفيش، الكبشه هنا اهي اهو كده اهو، هعدل الطرحه اهو ماشي. الطاسه هنا اهي سخنت، عايزين لها مسحه زيت ضروري وحتما ولابد، مسحه زيت كده بمنديل كمان، علشان ايه لو ما عندكيش الطاسه اللي عندي دي بتاعه الكريب، خلاص اي طاسه عندك هتنفع مفيش مشكله. انا عندي هنا مثلا في المطبخ الطاسه دي اسيبها يعني، لا لازم استخدمها. هناخد بصوا الكريب اهو متصفي، هناخد كده معلقه كبيره في النص، نزود كده شويه، نحطها كده في النص، ونبتدي بقى ايه نوديها كده يمين وشمال على قد ما نقدر، ونملى بيها الايه الطاسه كده اهو، لما نحس ان ها في حته كده ها
اهو، ولا تزعل نفسك يا كريب. بس كده كده اهو اهو ملت الطاسه كلها، بنخليها كده. ومعانا بقى مثلا اي سباتيولا كده ظريفه رفيعه. كان في واحده بتاعتي هنا يا جماعه، وديتوها فين؟ ندور عليها في الفاصل كده اهو. بصوا انا مش هحاول اقلبها ولا اجي جنبها خالص غير لما الاقي الاطراف اخدت لون. تكون حاضر يا استاذ صابر كده. اول ما ابتدي الاحظ ان الاطراف اخدت لون، عشان ايه العجينه ما تبصش مني. بصوا شكلها، اتهنى يا استاذ صابر لو سمحت. ايوه، ودي الحته الزياده، حته العجينه الزياده اللي انا حطيتها عشان تلحق تاخد الدايره مع بعض اهو. هستنى اشوف ايه الاخبار هنا كده اهو. اخبارك ايه يا كريب اهو؟ ونقوم ايه لسه اهو، بصوا من ورا، لا سيبه شويه كده ياخد لون، ونقوم قلبينه على طول على الناحيه الثانيه قبل ما نطلع فاصل عشان تشوفوه. عشان نرجع بعد الفاصل بقى اوريكم نحشيه ازاي، ونعمل بسرعه المشروب الدافي الظريف قوي بتاع البسكوت اللي انا قلت لكم عليه ده اهو. بس هي كده ايه بتلق معايا اهو. تمام، ايه الاخبار يا كريب؟ لا لسه شويه، عايزاه ياخد لون. لا ما تلزقش هنا بقى، مش معقول. ايوه كده، عيب ما يصحش، احنا في البرنامج مش في البيت، مش كده يعني. اصل الكريب لما يلزق منك في البيت عادي، لكن انا بقى برنامج وبتاع يلزق تبقى مشكله، برستيجي هيضيع اهو. كده بيلق، عايزاه بس ياخد لون. بس هو كده ايه سلك خالص اهو بقى. تمام، يلا يا كريب اهو، بس كده ياخد لون حلو ويبقى ظريف. هنقوم مطلعينه على طول، ما بيبقاش سمكه تخين، خلوا بالكم. طبعا انا عامله شويه كتير حلوين اهم، هنوريهم لكم. استنوا ما اجيبهم اهم اهو قبل ما نطلع فاصل. هاتهم لنا يا استاذ صابر لو سمحت اهو. ايوه اهو كريب، تمام جدا. هنفضل نعمل كميه كميه. بصوا بقى عندكم شويه كريبس كده حلوين قوي، ونبتدي بقى نحشيهم زي ما احنا عايزين كده اهو اهو. زي ما انتم شايفين ظريف جدا اللي معايا ده اهو، ظريف جدا، وريحه الفانيليا بقى طالعه فيه ويجنن. تمام يا استاذ طابر، يلا نطلع فاصل، نرجع بعد الفصل نلم الكلام ده علشان اوريكم ازاي انا هحشي الكريب كده. هحضر له، اعمل لكم واحده يعني كده في طبق لطيفه قوي زي اللي انا اكلتها بره، ونخش على طول على المشروب قبل ما نمشي ونقفل البرنامج، ونبص طبعا على ايه مكرونه بالشاورما. فخليكم معانا بعد الفصل. انا جيت عايزه اطلع صينيه المكرونه بشاورما الفراخ، فظيعه، خدت شكل ولون فظيعه. هنطلعها نحطها ونخش على طول بقى في الكريب عشان ده اخر فاصل، وعمالين يقولوا لي يلا يلا اهو اهو. الله الله الله، تجنن بس يا جماعه، فظيعه. هتهلنا بقى يا استاذ احمد كده اهو كده. يا سلام، صينيه مكرونه بشاورما الفراخ عبقريه، هتعجبكم جدا، احلى من اللي موجوده من بره بقى والمطاعم والحاجات دي. لا 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 لا، نحن نختلف. الكريب بقى، بصوا هقول لكم الحشوه. معايا موز
معايا كيوي، معايا فراوله، معايا تفاح، شرايح، مكعبات، اي حاجه براحتكم. معايا كريم شانتيه، معايا شوكولاته قابله للدهن، ومعايا كمان صوص شوكولاته. بس فظيعه صوص الشوكولاته ده، ما ساحش كفايه. لا كويس ساح. ماشي، هنجيب واحده كريب بقى حلوه كده اهو هنا كده في الطبق. ماشي، هتجيبها لنا استاذ احمد حالا. لا احنا مش هنعمل الهوت بسكوت الشوكولاته دلوقتي، احنا لسه في الكريب. تمام، عايزين نجيب، ايوه دي انا حطيت الكريب اهو يا استاذ احمد، ممكن تجيبه لنا. تمام، طبعا بنسيبه يبرد ويهدى خالص علشان نعرف ايه نتعامل معاه. عايزه تعملي كميه وتشيليها في الفريزر، ينفع على فكره يا جماعه، وتطلعوه يهدى وياخد درجه حراره الجو وتستخدميه على طول عادي، مفيش مشكله. معانا الشوكولاته القابله للدهن الحلوه دي، هنقوم كده ايه فردينها كده بهذا الشكل الظريف على الكريب. كده مثلا كفاية كده اهو. ومعايا موزة، موزة حلوة اللي هي الجامبو دي، كده هنحطها كده في الكريب. ممكن نحتاج كمان نص موزة برضو السايد التاني عشان ايه بس نقفل الكريب كده. تمام، وهنعمل ايه كده اهو وده كده اهو. تمام، هنعمل ايه بعد كده؟ صوص الشوكولاته ده انا عايزاه برضو ادخله المايكرويف شويه، اقول لكم ليه دلوقتي. صوص الشوكولاته القابله للدهن لما بيدخل المايكرويف بيبقى سايل اكتر، اعرف كده ايه اروح واجي عليه واعمل له منظر حلو. هنحطه كده بس يسيح شويه كده، وقبل ما يسيح معايا بقى هنا فاكهه زي ما انتم شايفين، شرايح بقى كيوي نحطها هنا كده على الكريب من الجنب كده. اللي انا اكلتها في المطعم كانت كده، كان فيها كيوي كده. لما بقى الكيوي ده علشان مزز شويه، لما بنحطه في اكله زي كده مليانه شوكولاته وصوصات شوكولاته بيبقى ظريف وبنتقبله بناكله، غير لما بيبقى لوحده بتبقي نفسك جزعه كده وحاسه انك بتاكلي حاجه مززه ومش عايزه تاكليها. لكن لو عملتيه كده هيبقى ظريف. حط كده برضو ايه شويه فراوله، شرايح. تمام كده اهو، وكمان تفاح. كده مثلا هنجيب الشوكولاته معايا برضو صوص شوكولاته، ومعايا كريم شانتيه عايزه اجيبه. الكريم شانتيه اهو، كده على الكريب برضو هنا كده. كده اهو، ايوه ما انا عارفه نوع. مش هيعمل بقى ده، كنت عايزاها ايه تسخن كده، ممكن يجيب لها معلقه احسن. تمام،
في الاخر هنحط لها بقى صوص شوكولاته كمان، اللي هو الشوكولاته الغامقه ده يا جماعه اللي انا اكلته بره بالظبط. فين صوص الشوكولاته؟ اه اهو. كده اهو. هو كده وطلع لي بالشكل العبقري ده ومع شوكه بس، وانا بقى قعدت اقطع واكل واقطع واكل الكريم شانتيه على الشوكولاته على الفاكهه، فظيع. انا عملت لكم زي المكان اللي انا اكلت فيه بالظبط، وده مكان يعني خطير وغالي. احنا بقى نعمله في البيت بس كده. بس هنحطه بقى هناك، اوديه هناك اهو. نعمل بقى بعد كده المشروب الظريف اللي انا قلت لكم عليه، هنعمله حالا. مشروب سهل جدا جدا، ما فيهوش ابدا اي حاجه. معانا لتر من اللبن، هنحطه كده على النار عشان زي ما اتفقنا هو مشروب سخن كده. على نار عاليه. ومعايا بقى كاكاو، ممكن نجيب الاسباتيولا دي كده. هنحط الكاكاو، انا هدوب الكاكاو وبعدين اقول لكم على طول على المقادير عشان يلحق اللبن ايه يسخن. واحنا بنقول هنقول ايه بقى المقادير؟ هات البسكوت بالشوكولاته عباره عن لتر لبن، لتر لبن حليب تمام، ومعايا نص كوبايه من الكاكاو الخام، وطبعا يفضل نوع الكاكاو يكون حلو علشان يدينا طعم للمشروب جميل تمام. معايا بسكوت اللي بالشوكولاته والكريمه المدور ده، انتوا عارفينه طبعا موجود في السوق والولاد كلهم بيحبوه، لونه بني كده ومحشي كريمه. هنحط منه كميه كده ايه مجروشه تمام. انا هستنى بس الاول الكاكاو واللبن يغلوا واقوم حطهم في الكوبايات وعليهم البسكوت المجروش ده، بيبقى طعمه تحفه. البسكوت بيبوش بقى شويه لان اللبن سخن وبطعم الكاكاو طبعا، فالبسكوت بيبوش وانت بتشربي المشروب ده بيبقى تحفه. المشروب كاكاو باللبن والبسكوت خطير، ان شاء الله يعجبكم. انا بفضل كده ايه اقلب كده اهو. عايزين بقى تحطوا عسل ابيض، عايزين تحطوا سكر، مش عايزين تحطوا حاجه، بس هو يفضل يتحط سكر. ليه بقى؟ علشان الكاكاو اللي احنا حاطينه كاكاو خام، فبالتالي هيبقى طعمه مر شويه، فيا اما نضيف سكر يا اما نضيف عسل ابيض مثلا، هيبقى حلو جدا. عايزه اشيل الكلام ده كله واوسع ايه مكان للمشروب الظريف ده. نجيب الكوبايات بتاعته ونحطهم هنا كده. عشان اوريكم ريحه الشاورما، بصوا واصلاني من وانا هنا، فظيعه. جربوها. ممكن تجيبوا لي سكر يا شباب عشان احط سكر على اللبن اهو. اللبن بالكاكاو اول ما يغلي بس كده هيبقى تمام. هنحط له سكر دلوقتي حالا، مستنيه بس السكر يجي. تعالى يا سكر، تعالى يا سكر لو سمحت. كده اهو. هات لنا الكريب من فضلك يا استاذ احمد كده، انا مبسوطه قوي يعني، انا هاكله انا ده بس جميل. بس لسه واكلاه امبارح باين او اول امبارح حاجه كده، كان لذيذ قوي. ايوه الله، بصوا تحفه وسهل يا جماعه خالص. مقادير الكريب زي ما قلت لكم تعملوها، وممكن كمان ايه تشيلوا كميه الكريب اللي انتوا عملتوها دي في الفريزر
تمام. انا جبت بقى عسل ابيض هنا اهو، هنحطه عشان ايه يخليه مسكر كده وحلو، او زي ما اتفقنا سكر زي ما انتوا عايزين، بس العسل الابيض افيد بقى اهو. هو بيغلي تمام عشان اعرف احطه بقى في الكوبايات. معايا الميجر جار ده اللي هو اللي كان فيه اللبن، هرجع فيه هنا عشان اعرف اتحكم بس وانا بدلقهم في الكوبايات. يا خبر يا خبر، ايوه كده. برضو وقعت، اعمل ايه بقى اللي بوقع اهو، وانا اصلا حطاه هنا عشان ما وقعش. هناخد شويه من البسكوت ونحطه كده جوه الكوبايات. البسكوت اللي انا قلت لكم عليه اللي بالكريمه ده كده، ونقوم ايه حاطين عليه المشروب كده اهو. ايوه كده، وهنا كمان اهو. بس كده نحط بقى هنا كده شويه كده من البسكوت علشان تعرفوا احنا حاطين انهي بسكوت بالظبط كده. ان شاء الله تجربوه يعجبكم، حلو قوي ودافي، والبسكوت فيه بيبقى يجنن خطير. اول ما تقولوا لي اشيله واحطه يا شباب قولوا لي اشيله. حاضر كده اهو. استنى مفيش مكان. روحي كده يا مناديل لو سمحتي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. عملنا ايه؟ عملنا اول وصفه مكرونه بشاورما الفراخ، حلوه قوي يا جماعه وجديده وجميله وموجوده في المطاعم، دي كمان احلى بكتير، جربوها على ضمانتي. والوصفه الثانيه عملنا الكريب الحلو جواه موز وشوكولاته قابله للدهن بقى، وصوص شوكولاته وكيوي وفراوله وتفاح، تحفه زي اللي بناكله في المطاعم بالظبط، زي ما قلت لكم انا اكلتها اخوه بالظبط. والوصفه الثالثه عملنا مشروب الشوكولاته باللبن ومعاه بسكوت اللي هو بالكريمه الظريف ده، مشروب سخن كده يدفي ولذيذ. ان شاء الله تكون الوصفات عجبتكم وتجربوها، وتتفرجوا عليا كل يوم الساعه 2 على قناه النهار. باي باي.